الكثير من العلاقات الزوجية والتي تتخللها الكثير من المشاكل والتي قد يعتبرها البعض علاقات فاشلة قد تستمر لسنوات رغم كل ما يحيطها من عقبات، وكل ذلك بسبب الحفاظ على الأولاد. فهل أصبح الأولاد في ظل ارتفاع نسب الطلاق ضمانا للزواج؟ نتابع هذا التقرير والذي يستطلع آراء الناس. نتابع. هل مر الزمن على مقولة اربطيه بالعيال؟ أم أن هذه نصيحة كانت توجه للنساء فيما مضى؟ فهل صحيح أن الأولاد ضمان لاستمرار الزواج؟ بشكل جزئي نعم، ممكن عامل مساعد ولكن مش أساسي. الأطفال ضمان لاستمرار الزواج بس هو مو شرط. الأيام هذه الطلاق نسبته كثير عالية، وذر في أولاد أو ما فيش، يعني طبعا الأولاد ممكن يأخروا عملية الطلاق لكن بطلت بنفس الأهمية اللي كانت زمان. يعني مبقاش الروابط الأسرية زي ما كانت زمان. ما هي الست بالذات دلوقتي بقت يعني شوية مستبيعة، يعني مش مبقاش كل همها أن أستحمل عشان خاطر ولادي. بنات صايرين ما بيستحملوا ولا حتى رجال، يعني أي كلمة بيلها خلص أنت بطريقك وأنا بطريق، والولاد لهم الله. حسب الآباء، يعني حسب الأب والأم، إذا كانوا شايفين مثلا أنه بإمكانهم أن يصلحوا الأمور بينهم عشان الأطفال بيستمروا. ما أعتقدش في المرحلة هاي ممكن يعني يكون للأولاد دور كبير إذا كان العلاقة سيئة بين اثنين. أنه الأطفال إذا كانوا موجودين ممكن أن الإنسان يفكر مرة واثنين وثلاثة قبل أنه يفكر أنه مثلا ممكن أنه يعني يكون أكو انفصال أو طلاق بالموضوع. في مشاكل في هذه، بس شو اثنين أطفال لازم تتلافى المشاكل، لازم يعني تنسى مرات انه في مشاكل. لا، لانه اذا العلاقه الزوجيه ما مبنيه على الاستقرار الاطفال ما راح يساعدون بهذا الشيء. اذا هو ما مستقرين الاطفال بالعكس يمكن يهددون هاي العلاقه اكثر واكثر. اذا يصير افتراق بين الاب والام هذا الولد راح يتربى تربيه غلط، يعني مثلا يعني التربيه حصلت تربيه شوارع، يعني ينتقل من مكان لمكان، مو مثل ما عنده أبي يحافظ عليه عنده أمي يحافظون عليه. يعني هو كمان زمان كان الرجالة كمان بيعتمدوا على أن الستة تستحمل منهم أي حاجة علشان خاطر الولاد. لا، دلوقتي الستة ما بقتش بتستحمل كل حاجة علشان خاطر الولاد، ولو أنت بتهددني بالولاد خليهم لك، يعني خلاص ما عاد في صبر زي أول. يعني الأطفال هو اللي الرابط القوي يعني لضمان استمرار وديمومة الأسرة. طبعاً لنناقش أكثر هذا الموضوع نستضيف الخبير في الشؤون الأسرة الدكتور عبد اللطيف العزعزي. مرحبا فيك برنامج هذا. هلا دكتور. هلا وسهلا فيكم. يعني في البداية ما رأيك بهذا الموضوع؟ يعني في كتير الناس بيقولوا إنه رغم كل المشاكل أو الخلافات اللي بتكون في الأسرة بين الزوجين وجود الأولاد هو ضمان لاستمرارية الحياة الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الموضوع هذا يحمل بين الصحة وبين عدم الصحة المغالطة، لأن وجود الأبناء صحيح في كثير من الحالات هو ما تسميه العلاقة الواصلة بين طرفي العلاقة نفسها. مثال كثير من الأمهات ينصحوا بناتهم أن استعدلي انجبي عشان تمسكي عشان يحبك، عشان يحس أنه عنده مسؤولية وبيت. هاي موجودة مش موجودة، ولكن هل هي الشرط الأساسي الذي يجعل العلاقة الزوجية قوية أو ما يخليهم ينفصلوا؟ لأن احنا عند علامة استفهام ليش هذا الانفصال أو لماذا هذه المشاكل. صح. إذا كانت يا جماعة احنا نتعامل مع البشر في جميع نواحي حياتنا، في الدوام، في المجتمع، في علاقاتنا الخاصة، نأتي إلى علاقة جدا حساسة مهمة في تنشئة نواة المجتمع ما تسمى الأسرة، ثم نقلب المفاهيم ونصبح نعمل شماعات ليس لها معنى. هذه نقطة حساسة. صحيح. لذا يعني كثير من الناس عندما يأتي بالنقطة هذه نعلم أن هنالك في كثير من الحالات هي الحجة. يعني كيف أقول أني ما أبغي العلاقة هذه تدوم؟ والله بس عشان عيالي. سواء من الزوج أو من الزوجة، هم الاثنين نفس الشيء، كل واحد يأخذ. ممكن تكون غلطة أكبر، نفس الحكاية بتكون بين هذا وبين هذا. القصة نبعد الأطفال شوي جانبا، أنتم الآن بالعقلية اللي عندكم، بالوعي، بالفهم، هل حاسبين المواضيع بحساب صحيحة ولا يحسب الانفعالات؟ يا كم مشاكل حدثت ووصلت الطلاق، بعضها حدث طلاق وبعضها لم يحدث، في حالة انفعال. نعم صحيح.
وهذا ينفعل حساس. طب دكتور شو اللي بيخلي الزوجين يعني رغم وجود الخلافات والمشاكل انهم يضلهم مستمرين في زواجهم؟ جميل جدا. النقطة الأولى بنوافقهم فيها الأبناء. في نقاط ثانية احنا ما نعلمها. النقطة الثانية السمعة. المجتمع، بعض العادات والتقاليد عند بعض العائلات. لأن كلمة مطلقة مشكلة. كلمة والله سابها زوجها على طول إشارة اتهام، يعني دوافع اجتماعية طبعا. نعم. فيها عيب. شيء ثاني كما يأخذ البعض كذريعة أو عند الأخوات أنها إذا اطلقت أو تركت بيتها من يسندها، خاصة إذا كانت أبوها مثلا متوفي أو ما عندها حد يسندها في الحياة. شيء خطير جدا يوم تصبح عندها العلاقة كأنها هو العائل الوحيد اللي يعيشها، بوجوده هي بتعيش، مع عدم وجوده هي بتموت أو بتنتهي. وفي أشياء ثانية تدخل فيها سبحان الله، يعني علاقات عائلية، هاي بنت العم هاي بنت الخال، كيف تحدث بينكم طلاق؟ مستحيل. صحيح. مش ممكن. وشيء خاص عند بعض العائلات أو بعض الأفراد هي التجارة. نعم. أن أنا تاجر وأنا تاجر، تزوجنا مع صح عبا. يعني مصالح ممكن تكون مادية تكون. يعني في بشكل عام منك دكتور بفهمت أنه ليس فقط الأولاد، ممكن هناك تكون دوافع اجتماعية طبعا. وغير شخصية بتدفعهم لاستمرار هذا الزواج رغم طبعا. وجود الخلافات، وبالتالي ممكن يسبب مشاكل كتير كبيرة. طب دكتور في كتير من الأشخاص بيحاولوا يرتادوا العيادات النفسية أو الأسرية أو بيستعينوا بموجه أسري لحل هذه المشاكل، ما رأيك بهذه الحلول وهل هي فعلا تجدي نفع أو لا؟ نعم، دائما الإنسان إذا دخل في مشكلة تقوقع فيها، فإذا تقوقع فيها عاش في دوامة التفكير لا يخرج منها. نعم. لأن خاصة مش يعيش فيها وبس، هي ما نسميها باللوب، عندما يلف حول نفسه تزداد عند المشكلة فتتفاقم، فيصبح في النهاية قد يتصرف تصرف يندم عليه طول حياته. فهو يحتاج شخص ما نسميه بالحيادي ثيرد بارتي، دائما الشخص الثالث مش واقف مع أي طرف، مش طبعاً. واقف وهو يشوف الناحيتين مع بعض. صحيح. خاصة عندما يحكي هذا الشخص وضعه تجد أحيانا فقط يلفت انتباهه. يا فلان أنت في هذه الحالة انتبهت للزاوية الفلانية؟ يقول لا والله ما انتبهت لها. طب انتبه له فتنحل المشكلة. نعم. إذن وجود الاستشاري مهم جدا، أولا يضمن الشخص أن ردة فعله تجاه الموقف هذا موقف مدروس. لكن في حالات نقول لهم، يعني تأتين الأخت في حالة طلاق، نقول طيب أعطي نفسك مهلة في عمل كذا وكذا. صحيح. وكذا في النهاية عندما تنفذ تعود الموازين لطبيعتها. يعني هو يعرض عليهم الحلول التي ممكن أنه تحل كثير مشاكل بحياتهم. في النهاية دكتور هل يعني بدي نصائح بتقدمها للمشاهدين حول هذا الموضوع، كيفية حل الخلافات، وهل صحيح ممكن أن تستمر الحياة الزوجية بسبب وجود الأولاد؟ هل هو صحي على الأولاد وعلى العائلة ككل أم لا؟ جداً. أولاً فلاش خلنا نعطي الآباء والأمهات، الخلافات الزوجية تسبب في تنشئة الأبناء، فقد ينشأ الطفل معقد. وياكم شفنا ناس يكره الزواج. صحيح. فتاة ما تبغى تتزوج، ليش يا جماعة؟ والله شافت نموذج سيء في حياته اللي هو الأب والأم. هنالك ما هو أدهى من ذلك، من يبغي يتزوج ولكن ما يبغي يخلف، نقطة حساسة. يعني لدرجة أحد الأخوات جاتني في استشارة تقول أنا بتزوج وبجرب زوجي مدة سنة وما بخلف، حتى لنفسها مدة سنة وظيفة كأنها كان وظيفة أشوفها يناسبني كملت معاه، خلف ما ناسبني طلق. يا سبحان الله، لا نأخذ شماعة، هذا مش حل. يا هذا مش حل. إحنا يا جماعة فكروا بعقل. نعم. أوزنوا المواضيع. احنا نتكلم عن شيء ثمين، انتاج لاجيال جيل مستقبليه، من ضمن المجتمع، من الفكره الحكمه نطلعها طبعا. دائما نوزن فعلنا بالعقل وليس بالاحاسيس الداخليه. اكيد دكتور عبد اللطيف شكرا كثير لتواجدك معنا، وفي النهايه مش غلط ابدا ان تستعين الاسره في حال عانت من مشاكل باستشاري اسره. شكرا كثير لك. العفو، ان شاء الله.